السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحباب الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي بمدرسة أنجال الصفوة الأهلية. درسنا اليوم هو حل اختبار الفصل الثامن. يلا إحضر الكتاب معي. إحضر الكتاب وافتح الكتاب على اختبار الفصل الثامن. السؤال الأول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أولًا: المساحة هي طول المسافة حول الإطار الخارجي لشكل معين. طبعًا أحسنتم الإجابة هنا إجابة إيه؟ خاطئة لأن المساحة هي مجموع الوحدات المربعة التي تملأ الشكل. مجموع الوحدات المربعة التي تملأ الشكل. أما هذا طول المسافة حول الإطار الخارجي فهو المحيط أحسنتم. السؤال الثاني: تستعمل الوحدات المكعبة لقياس الحجم؟ إجابة صحيحة الحجم نقيسه بالوحدات المكعبة الطول في العرض في الارتفاع ثلاث أبعاد إذا الحجم نستعمل لقياسه الوحدات المكعبة الإجابة هنا إجابة صحيحة. السؤال الثالث: أقيس الفرشاة إلى أقرب سنتيمتر؟ لو أحضرنا المسطرة وقربنا هذا هذه الفرشاة سنجدها تقريبا خمسة سنتيمتر إذا الإجابة خمسة سنتيمتر السؤال السؤال بعد كده احضر اختر اختار الوحدة الأنسب المليمتر السنتيمتر المتر الكيلومتر لقياس كل مما يأتي طول غرفة نومي طبعا احسنتم اكيد نقيسها بايه بالمتر احسنتم طول اصبعي طول اصبعي نقيسه بايه احسنتم اجابه صحيحه السنتيمتر المسافه بين الرياض والمنامه احسنتم المسافه بين المدن نقيسها بالكيلومتر لانها اكبر وحده قياس متريه اختيار من متعدد اختار العدد المناسب لقياس طول قلم حبر. طول قلم حبر، ها؟ أسمع إجابتكم أحسنتم، ها؟ عشرة مليمتر ولا 10 سنتيمتر ولا 10 متر ولا 10 كيلو متر؟ ها؟ أسمع منكم أحسنتم عشرة سنتيمتر إجابة صحيحة. أحدد الوحدة المناسبة اللتر أو المليمتر لقياس سعة. اللتر أو الملي لتر لقياس سعة. كما عرفنا أن وحدات قياس السعة هي اللتر والمليمتر والملي لتر. الوحدات الكبيرة نقيسها باللتر، والوحدات الصغيرة نقيسها بالملي لتر. سلة القمامة نقيسها بإيه؟ أحسنتم باللتر. علبة عصير نقيسها بالملي لتر. إجابة صحيحة. اختر الوحدة المناسبة. الجرام او الكيلو جرام عرفنا ان الجرام والكيلو جرام وحدات قياس ايه الكتلة احسنتم اجابة صحيحة وحدات قياس الكتلة الاشياء الكبيرة نقيسها وحدة قياسها بالكيلو جرام والوحدات الصغيرة وحدة قياسها الجرام احسنتم احباب الطلاب اذا حبة الفراولة هذه نقيسها بالجرام كيس السكر هذا نقيسه بالكيلو جرام أحسنتم إجابة صحيحة ننتقل إلى سؤال آخر اختيار من متعدد ما حجم المجسم أدناه؟ نقيس حجم المجسم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا هذا المجسم عشر وحدات مكعبة إجابة صحيحة أوجد محيط كل شكل كما قلنا أن محيط الشكل هو مجموع أطوال أضلاعه مجموع أطوال أضلاعه الشكل الأول 12 سنتيمتر الضلع الأول الضلع الثاني 9 سنتيمتر الضلع الثالث 11 سنتيمتر نجمعهم جميعا 11 و 9 20 و 12 يبقى إجابة 32 سنتيمتر إجابة صحيحة السؤال الآخر 13 سنتيمتر و 13 سنتيمتر 26 زائد تسعة يساوي خمسة وثلاثون خمسة وثلاثين وخمسة يساوي أربعين إجابة صحيحة أربعين سنتيمتر محيط هذا الشكل السؤال الآخر الجزء المظلل في الشكل أدناه يوضح شكل غرفة أوجد مساحتها كما قلنا أن مساحة الشكل هو مجموع الوحدات المربعة داخل الشكل نعد مع بعض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 9 10 11 12 13 14 15 16 اذا هذا الشكل مساحته 16 وحده مكعبه وحده مربعه اسف وحده مربعه السؤال الاخر اختيار من متعدد بدات حصه التربيه الفنيه الساعه 11 و45 دقيقه وانتهت بعد 45 دقيقه في اي ساعه إن انتهت الحصه لمعرفة الإجابة نضيف 15 دقيقة على 45 تصير الساعة الثانية عشر ويتبقى من ال 45 دقيقة 30 دقيقة أي نصف ساعة إذا حصة الفنية تنتهي في الساعة الثانية عشر والنصف الثانية عشر والنصف إجابة صحيحة سؤال هل يمكنني أن أجد محيط سطح طاولتي إذا لاحظت طولها وعرضها؟ ها فكر: أحسنتم يمكنني أن أجد محيطها لأن المحيط يساوي مجموع أطوال الأضلاع، ومحيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض ضرب اثنين إذا سنجد الطول ونضربه في اثنين وسنجد العرض وسنضربه في اثنين، ثم نجمع الطول والعرض. نجمعهم مع بعض يعطيني محيط الشكل. ننتقل إلى الاختبار التراكمي للفصل الثامن اختر من متعدد اختر الوحدة الأنسب لقياس سعة الكوب المجاور سعة الكوب هذا سعة الكوب قلنا هذا الكوب صغير أم كبير ها سعة هذا الكوب أحسنتم مئة ملي لتر 100 ملي لتر الإجابة رقم باء الجزء المظلل من الشكل أدناه يمثل مساحة غرفة ياسر فما مساحة غرفته طبعا قلنا مساحة الشكل هي مجموع الوحدات المربعة داخل الشكل جوة مش هنقيس اللي بره واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 اتناشر تلاتاشر 14 خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة اربعة 24 وحده مربعه اجابه صحيحه اجابه باء طيب طريقه اخرى نجيب الطول في العرض 1 2 3 4 5 6 6 وحدات 1 2 3 4 وعرفنا زي ما عرفنا كده 4 ضرب 6 24 وحده احسنتم احباب الطلاب ما حجم المجسم ادناه حجم المجسم قلنا مجموع وحدات الوحدات المكعبه التي تملا حيز الشكل هنا زي ما اتفقنا هنقيس يا اما طول وعرض وارتفاع يا اما هنجيب الواجهه ونضربها في 2 1 2 3 4 5 6 6 ضرب 2 12 وحده مكعبه الاجابه د او هنقول وحدتان عرض و 3 وحدات طول يبقى 2 في 3 6 ووحدتان ارتفاع 6 ضرب 2 12 وحده مكعبه الاجابه د ننتقل إلى سؤال آخر ما العدد الذي ناتج قسمة العدد ثمانية عليه يساوي ثمانية احنا اتفقنا أحباب الطلاب أن العدد الذي إذا ضربنا فيه عدد آخر يصبح الناتج نفس العدد هو العدد ايه المحايد أحسنتم المحايد الضربي العنصر المحايد الضربي زي ما اتفقنا الواحد إجابة صحيحة يبقى الإجابة رقم باء يبقى لو قسمنا ثمانية قسمة واحد يساوي تمنية. ما العدد الذي ناتج قسمة العدد تمنية عليه يساوي تمنية؟ الإجابة قلنا رقم واحد إجابة باء. إجابة باء. ما محيط المستطيل أدناه؟ محيط المستطيل ها؟ أحسنتم أحبابي الطلاب. خمسة هنجمع خمسة زائد خمسة عشرة، زائد تمنية ثمانية عشر، زائد تمنية ستة وعشرين، يبقى الإجابة رقم ج، الإجابة ج ستة وعشرين سنتي. عدد من الحافلات مجموع عدد عجلاتها يساوي تمنية وأربعين عجلة، فما عدد الحافلات جميعها إذا كان لكل منها ست عجلات؟ حافلات طبعا احباب الطلاب يقولوا لي الحافله لها اربع عجلات فقط الحافلات الكبيره اسمع فهد الحافلات الكبيره بها ست عجلات اللي هي الحاويات الكبيره حاويات النقل ست عجلات يبقى هنقول الاجابه 48 قسمه 6 48 هنستخدم عمليه القسمه 48 قسمه 6 يساوي كام ها احسنتم 8 الاجابه ج اي الجمل العددية الاتية يمثلها الشكل ادناه؟ الجمل العددية الاتية يمثلها الشكل ادناه؟ احنا اتفقنا من غير ما نفكر على طول الاجابة هنا يا اما نستخدم الضرب يا اما نستخدم القسمة. طيب دلوقتي قدامي 1 2 3 4 5 6 7 7 وصفوف ثلاث صفوف يبقى هتبقى يا اما 3 ضرب 7 يساوي 21 او 21 قسم الثلاثة يساوي 7. المتاح عندي هنا في الاجابات 21 قسم 3 يساوي 7 الاجابه رقم ج الاجابه ج الاجابه ج والى هنا احبابي الطلاب ننتهي من حل تمارين الاختبار التراكمي واختبار الفصل الثامن وإلى لقاء قريب ومع حصة جديدة ومع درس المجسمات إن شاء الله الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته